السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم محمد خيال، والنهاردة آخر فيديو من سلسلة دروس الاستريتور للمبتدئين. احنا كده دلوقتي عندنا 50 فيديو، وده الدرس ده هيبقى بس درس كده هندردش فيه من بعد ما جات لي أسئلة كتير، أعمل إيه بعد ما خلصت كورس الاستريتور وإيه الخطوات اللي أنا أقدر أعملها فيما بعد. ده طبعا بالنسبة للمبتدئين، لأن الناس اللي لسه داخلة جديدة في المجال وأول مرة تتعرف على البرنامج او مجال الجرافيك عموما بتبقى تايهه شويه ومش عارفه تعمل ايه بعد ما درست او اتعلمت خلاص الاساسيات بتاع البرنامج، ازاي بقى تقدر تطبق وازاي تقدر توصل للمستوى الاحترافي. طبعا اول حاجه بحب اشكر الجميع اللي اشتركوا في القناه والناس اللي عجبها الفيديوهات بتاعتي والناس اللي عملت تعليق او لايك، بشكرهم جدا جدا، واتمنى ان اكون خلال الفتره دي يعني قدرت افيدكم بحاجه ولو بسيطه تنفعكم في حياتكم المهنيه. لان بالصدفه وانا براجع على اخر فيديو لقيت ان احنا دلوقتي بقى لنا 11 شهر من اول فيديو، يعني تقريبا داخلين على سنه. طبعا عارف ان هي فتره كبيره جدا جدا على كورس ان انت تقعد تشرح فيه سنه، ولكن طبعا انا مش متفرغ للموضوع ده، بجانب ان انا ما بحب اسجل حاجه، ما بحبش ان انا على طول المايك وابتدي اتكلم واسجل، ولا انا بحب الدرس اللي انا هشرحه او الاداء ان انا اللي انا هشرحها بحب اراجعها شويه او اذاكرها واشوف الناس اللي بالنسبه للاجانب اتكلموا عنها ازاي، القنوات العربيه اتكلمت عنها ازاي، بقرا مقال فيها بحيث ان انا اما اجي اتكلم عنها اقدر اديكوا شرح وافي ليها، وفي نفس الوقت يبقى شرح سهل تقدر ان انت توصل له على طول يعني. فبعتذر لو كنت طولت فتره الكورس، بس انا كنت حابب اقدم حاجه يعني تنفعنا وتنفع الناس كلها، بحيث اي حد داخل جديد في القناه او داخل جديد في الاستريتور بشكل عام يلاقي مرجع كويس في المحتوى العربي يقدر يرجع له ويقدر يعتمد عليه ان هو يبتدي حياته المهنيه. بعتذر لاي حد برضو كان في يوم من الايام كتب لي تعليق وانا ما خدتش بالي منه او انا ما شفتوش وما قدرتش ارد عليه او اساعده. بعتذر برضو لبعض الناس اللي هي قالت ان الفيديوهات طويله، معاك في بعض الفيديوهات طويله كانت مدتها 30 دقيقه و40 دقيقه زي و45 دقيقه زي اخر 3 فيديوهات عملناهم واتكلمنا فيهم عن الطباعه وعملنا درس عملي. ولكن يا جماعه لو انت حابب المجال وعندك الشغف ان انت تتعلم هتشوف ان الفيديوهات دي مش طويله، انا بديك الخبره اللي انا اكتسبتها بديها لك كلها في نص ساعه، بدل ما كنت هتقعد تدرسها في سنين، بدل ما كنت هتقعد تجرب وتخطئ وتخسر فلوس لو انت راجل شغال اوريدي في السوق وفي الطباعه، وتخسر ورق وتخسر 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 عشان تعرف المعلومه دي، انا بوفرها لك كلها في درس بسيط ممكن تكون مدته طويله ولكن مفيد جدا لك. سواء طبعا ما بتكلمش عليا انا، بس بتكلم عليا انا او غيري، في ناس بتقدم فعلا فيديوهات طويله ولكن بتكون مفيده جدا، فايه المانع ان انا اقعد واسمعها بالراحه؟ لو انا شايف ان الفيديو طويل بالنسبه لي ايه المشكله الفيديو مدته 30 دقيقه ولا 45 دقيقه؟ ايه المشكله بعد 10 دقائق وقف الفيديو لو انت ما قدرتش تستوعب اللي انا قلته او ان انت عندك مشوار او ان انت عندك حاجه ثانيه؟ وقف الفيديو وكمل تاني يوم، كمل بعد نص ساعه، كمل بالليل، كمل بعد اسبوع، ما عندكش اي مشكله خالص. انا بالنسبه لي طبعا كان الاسهل لي والاحسن لي بالنسبه للقناه وان القناه تبقى موجوده وفيها فيديوهات كتيره وعدد المشاهدات وكل الكلام ده، ان انا اقسم الفيديو اللي هو مدته 40 دقيقه او 45 دقيقه اقسمه على 3 4 فيديوهات، بالتالي هيبقى عندي نسبه مشاهده وعندي اكتر من فيديوهات والكلام ده كله. ولكن انا كده كنت ممكن اشتتك، يعني انت داخل تدور على معلومه معينه خاصه بالطباعه مش هتعرف تدور على انهي درس، يا ترى المعلومه دي كانت في الدرس الاول ولا الثاني ولا الثالث ولا الرابع؟ لا، انا لميتها لك كلها في درس واحد فقط لا غير، تقدر ان انت توصل له بمنتهى البساطه مجرد ما تضغط عليه. يعني لو جينا مثلا رحنا للدرس بتاع الطباعه، انا مقسمه هنا ده درس الطباعه اللي احنا اتكلمنا فيه اللي الناس كتير قالت ان الدرس كان طويل، يعني انت لو جيت نزلت هنا تحت في عرض المزيد هتلاقي انا مقسم لك اهو تركب من الالوان، لو ضغطت كده هيوصل لك على طول على المعلومه دي. لو رحت لو عايز تتكلم مثلا المقاس والبريد مجرد ما تضغط كده هو اوتوماتيك هينتقل لك عليه على طول، اهو انتقل لك على طول بدل ما تقعد ايه تجري كل ده. فانا مقسمه لك ومسهله لك بحيث ان انت يبقى الموضوع عندك سهل يعني. فمعلش يعني يا جماعه الناس اللي لسه مبتدئه اتعبوا شويه، انت بتتعلم مهنه، بتتعلم حاجه ممكن تفتح لك بيت، ممكن تبقى دي مستقبلك، فايه المشكله ان انت تتعب من دلوقتي ان انت تقدر تقعد تتفرج على فيديو مدته 50 دقيقه ولا 30 دقيقه؟ مفيش مشكله ادام هيفيدك، ادام هيديك حاجه كويسه جدا وحاجه مجانيه في الاخر. معلش يعني عفوا، احنا بنقعد نتفرج على ماتش مباراه كره قدم 45 دقيقه و45 دقيقه، ولو في اكسترا تايم بنقعد نتفرج على فيلم بساعتين والثلاثه، وفي الاخر الحاجه دي ما بتبقاش مفيده لينا، فايه المشكله ان انا اتفرج على حاجه زي دي وتبقى حاجه مفيده ليا في الاخر يعني. فانا حبيت بس اقدم حاجه كويسه تنفع الناس
كلها ان شاء الله. وكل اللي بتمناه منكم يعني دعوات كويسه لو انتوا كنتوا استفدتوا مننا في حاجه في يوم من الايام. حاجه تانية اللي عايز اقولها لكم، الناس اللي خلصت الكورس وحاسه ان هي مش فاهمه حاجه في الاستريتور او مش فاهمه حاجه في نقطه معينه في الاستريتور، مفيش مشكله، الدنيا كلها مش واقفه على قناه محمد خيال، يعني في طبعا قنوات تانية كتيره جدا جدا تقدر ترجع لها. ايه المشكله؟ ابتدي راجع من اول وجديد. لو انت حسيت ان انت خلصت ولسه في حاجات عندك ما انتش فاهمها، ابتدي راجع تاني، روح لقنوات تانية مش شرط القناه بتاعتي. ممكن انا اكون في درس وفقت فيه جدا وشرحته بطريقه كويسه، وممكن يكون في درس تاني او اداه تانية انا ما عرفتش اوصل لك المعلومه فيها او ما قدرتش افيدك فيها او ما كنتش متمكن منها. مفيش مشكله، روح لقناه تانية وشوف الناس دي بتقول ايه. عندك قنوات كتيره جدا جدا سواء عربيه او اجنبيه، وطبعا برجح العربي الاول، ارجع للعربي، احنا عندنا محتوى عربي برضو كويس مش وحش خالص يعني، بس روح للناس اللي هي فاهمه هي بتقول ايه. يعني انت عندك قناه استاذ احمد ابراهيم من القنوات الممتازه جدا 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 في تعليم الاستريتور، انا عن نفسي يعني بعشق شرحه وطريقته ممتازه جدا. عندك استاذ مصطفى مكرم غني عن التعريف، القناه بتاعته مليانه كل حاجه هتفيدك في كل المجالات. عندك قناه المهندسه سمر صبحي برضو قناه ممتازه جدا جدا ولها طريقه معينه في الشرح ومدرسه في الشرح، اي نعم دروسها طويله ناس كتير بتقول، ولكن هي بتجيب لك كل صغيره وكبيره في الاداء، روح اتفرج عليها. ايه المشكله؟ عندك قنوات كتيره جدا، عندك طبعا قناه الاستاذ نور حمصي قناه ممتازه جدا جدا، عندك ناس كتيره جدا مش عايز انساهم يعني بجانب الفيديوهات الاجنبيه، روح للناس دي وابتدي شوف الناس دي بتقول ايه. خلصت الكورس معايا مفيش مشكله، لو انت عندك وقت وما انتش حاسس ان انت فاهم او متمكن من الاداء او من البرنامج، روح لقناه تانية وشوف وابتدي قارن. اه ممكن انت تاخد معلومه مني على معلومه من الاستاذ مصطفى على معلومه من الاستاذ نور وهكذا، هتلاقي الموضوع ان انت قدرت تلم القصه كلها. بس طبعا كل ده راجع لحاجه معينه جدا لازم نبقى متفقين عليها، ان انت يبقى عندك حب وشغف ان انت عايز تتعلم اساسي. من خلال التعليقات والرسائل اللي بتجيلي لقيت ان في ناس اساسا بتبقى هواة او ناس هاوية، هي داخلة بتدرس البرنامج او بتتفرج على الفيديوهات، هي مش ده شغلها الرئيسي، لا هي بس ناس عايزة تعرف او تتعلم الاستريتور، ترسم حاجة في وقت فراغها، تعمل حاجة تصميم لها في وقت فراغها، حاجة في البيت كده كهواية فقط لا غير. دول طبعا سكة، لكن انت سكة تانية لو انت ده فعلا شغلك اللي انت هتشتغل بيه وهتفتح منه بيت وهيبقى مصدر رزقك، فلازم تقعد وتشتغل وتبقى تحبه. لو انت مش حابب الموضوع وحاسس انت بتخنق منه، في ناس تقول لك انا لسه هقعد ادور على فونت، في عندي 5000 فونت ولا 2000 فونت في الجهاز، هقعد ادور على كل فونت فيهم، انا لسه هرسم كل ده بالبين تول، ايه المشكلة؟ ابتدي اتعلم، ابتدي اقعد، خلي عندك صبر. ده راجع لو انت عندك اساسا حب وشغف للموضوع ده او للاستريتور او برانج جرافيك عموما. لو انت راجل ما عندكش الحب ده ولا عندك شغف، يبقى ادور لك على مهنه تانية عشان ما تضيعش وقت من دلوقتي في المجال ده وترجع تلاقي نفسك ضيعت سنين وانت مش حابب الموضوع. طيب خلينا بقى نخش على طول، لو انا خلاص خلصت بقى الاستريتور وخلصت الكورس هنعمل ايه بعد كده؟ طبعا احنا بالنسبه لي انا على القناه ابتديت بالفعل بعض التطبيقات، يعني انت لو رحت هنا للقناه عندي هتلاقي هنا عندك بعد ما تخش على القناة هتلاقي في عندك قائمة تشغيل. قائمة التشغيل انا مقسمها لك، عندك هنا ده الكورس الاساسي بتاعنا فيه حوالي 50 درس، وطبعا بعد الدرس ده هيبقى 51 درس اللي احنا بندردش فيه دلوقتي. ده الكورس الاساسي لو انت لسه بادئ من الزيرو من الصفر مش عارف يعني ايه استريتور، تخش على الكورس ده وابتدي تابعه. بعد ما تخلص الكورس ده هتلاقي عندك ابتدينا في الكورس التطبيقات، هنا في نزل بس 3 دروس منه، ان شاء الله يوميا هنبتدي ننزل فيه دروس تطبيقات عشان تبقى اكثر احترافيه في البرنامج. وعندك كورس تاني اللي هو التاثير على النصوص، هنا تقدر تتابعه برضك ممتاز ويعجبك. وعندك كورس الاكشن وهكذا. فانت بعد ما تخلص الكورس ده ابتدي روح بقى لبقيه البلاي ليست عندك هنا وابتدي شوف ايه الموجود فيها وايه اللي نازل فيها. طيب لو انت اوريدي خلصت خلاص الاستريتور هنا وتمام ومقتنع بيه جدا وحسيت انت بقيت متمكن فيه، ايه اعمل ايه بقى بعد كده بحيث ان انا اروح للمرحله الجايه؟ اهم حاجه عندك زي ما قلنا بعد ما يكون عندك الحب والشغف ان انت تتعلم الموضوع، ان انت التدريب والتطبيق. يعني ايه؟ يعني الكلام اللي انا قلته وشرحته ده لو انت شخص عمال تتفرج عليا بس وما بتطبقش بايدك، يعني انت مش مسطب الاستريتور عندك وبعد الدرس بتبتدي تطبق، فانسى كل اللي انا بقوله ده، سواء انا او غيري مش هتعرف تتقدم ولا خطوه. ليه؟ لان انت عمال تسمع فقط لغير وحاسس ان الموضوع سهل، ده احنا بنضغط هنا وبسحب هنا وبضغط كنترول والحياه جميله جدا مفيش اي مشكله، لكن تعالى انت بقى طبق بايدك هتلاقي في حاجات كتيره جدا جدا بتقف قصادك رغم ان انت شايفها ان هي بتتقال بطريقه بسيطه. فلازم لازم لازم تطبق باستمرار، إيه سواء معايا او مع غيري لازم تطبق. ما تقولش طيب انا هتفرج وبعدين بقى انزل الاستريتور واطبق، إيه ما تقولش طب انا هصبر لحد ما احسن الجهاز بتاعي وارفع الرامات ويبقى جهاز قوي وابتدي انزل الاستريتور، لا ما تاجلش الموضوع. لو انت عندك الجهاز اوريدي موجود عندك برنامج استريتور ايا كانت ايه امكانياته،
ابتدي طبق معايا في الدرس خطوه خطوه هتلاقي نفسك مشيت. ما تفضلش منتظر. يعني دي مشكلتنا شويه في الوطن العربي ان احنا يعني كسلانين شويه. يعني انا بتكلمكم عن نفسي، احنا بندردش مع بعض زي ما قلنا في الدرس ده، انا بكلمكم عن نفسي. يعني انا واحد من الناس اللي قعدت حوالي سنتين متردد ان انا انزل كورس زي ده، حسيت ان انا مش هقدم حاجه مفيده. يعني لقيت الناس كلها شرح على الموضوع كويس، وفي ناس في فيديوهات اجنبيه وفي وبقيت متردد. طب انا هنزل بالفوتوشوب ولا انزل انديزاين ولا انزل استريتور؟ لقيت ان الفوتوشوب ليه شروحات كتيره جدا سواء عرب او اجانب شرحينه كويس جدا على اليوتيوب. لقيت الاستريتور شويه مظلوم فعلا، يعني في ناس مش شرحها بطريقه كويسه، وفي طبعا ناس شرحها بطريقه ممتازه جدا زي مثلا المهندس احمد ابراهيم. كان لسه استاذ مصطفى مكرم ما نزلش الكورس بتاعه، الكلام ده بكلمكم من سنتين يعني. ولقيت بعض الناس كانت منزله بس مقاطع بسيطه، ازاي اعمل لوجو، ازاي يشف مخطوطه، الكلام ده كله. ما لقيتش حاجه كامله. واللي كان منزل الكورس ما كانش كامل زي ما قلت لكم، يعني 3 4 5 6 فيديوهات بكتير، ومش مكمل الكورس بطريقه ترتيبيه يعني تقدر الناس تلجأ لها في اي وقت. فانا من ضمن الناس اللي كنت متردد زي ما قلت لك، عشان كده بقول لك دلوقتي ما تترددش. وقعدت فتره كبيره جدا، لا هنزل، لا هسجل، لا مش هسجل، طب خليني ابدا استريتور، طب خليني ابدا فوتوشوب. قعدت برضه فتره ما اكذبش عليكم حوالي 6 شهور، طب خلاص انا هبتدي الاستريتور، طب اعمل ايه بقى؟ دخلت ادور، لا لازم تجيب كاميرا كويسه لو انت هتطلع بشكلك، لازم تجيب مايك كويس لو انت عايز تسجل صوت احترافي. قعدت 6 شهور اقارن ما بين المايكات اللي موجوده في السوق، لا المايك ده كويس، لا المايك ده مش كويس، لا ده سعره غالي، لا ده سعره رخيص، لا لا لا. لقيت نفسي متردد كتير جدا، ضيعت حوالي سنتين عمال اقول هبتدي 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 ما بتديش. لحد ما في يوم قررت فتحت الجهاز، نزلت من هنا كامتازيا، المايك كان عادي جدا عندي. يعني اللي يلاحظ اللي متابع معايا الكورس من الاول هتلاقي ان انا اول 3 دروس او 4 دروس الصوت كان سيء جدا 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 يعني، وناس كتير قالت لي الصوت وحش، لان فعلا كنت مسجل بمايك عادي جدا، الهيدفون العادي بتاع السماعات العاديه بتاع الودن اللي بتتكلم معانا سكايب او اي طريقه تواصل. فكان الموضوع صعب جدا، لحد ما لقيت نفسي ابتديت ونزل اول درس ونزل تاني درس، وفي تعليقات بتيجي ايجابيه، الموضوع حمسني. كنت جاي رايح جاي مايك كويس وشاريه ووصلته، وازاي اسجل صوت بطريقه احترافيه، وقعدت اشاهد فيديو والكلام ده كله، لحد ما دلوقتي لقيت عدى سنه وانا لا غيرت الجهاز زي ما كنت قايل ان انا هغيره عشان ابتدي شرح، ولا انا كنت عملت الحاجات اللي انا كنت عايز اعملها ان انا ان شاء الله هبتدي بيها. لا، فالخلاصه من الكلام ده ان انت ابتدي في اي وضع عندك، ابتدي باي امكانيات عندك، ابتدي. اهم حاجه تبتدي، بعد ما بتبتدي هتلاقي الدنيا ماشيه ان شاء الله كويس جدا جدا لو انت حابب الموضوع وعايز تكمل فيه. طيب زي ما قلنا اهم حاجه لازم تطبق وتشاهد، يعني طبق كل درس انا بقوله او بتشوفه او غيري بيشرحه، وابتدي افتحه وطبقه ونفذ الاوامر اللي هو بيقولها، وابتدي اشتغل بايدك. ثالث حاجه عندي المشاهده اللي هي التغذيه البصريه. التغذيه البصريه مهمه جدا جدا جدا، والسؤال ده اتسال كتير جدا، وفي ناس بتزعل لما حد ارد عليها يقول لي اعمل ايه، اقول له شاهد كتير، غذي بصرك كتير. اه يعني هعمل ايه يعني بعد ما اشاهد بصري واغذي ايه اللي هيحصل لي؟ اللي هيحصل لك ان انت يبقى عندك مخزون جوه عقلك، مخزون للالوان، للحاجات اللي انت شفتها كلها، كل ده هيطلع لما تيجي انت تشتغل بايدك. وخلي بالك الكلام ده مش هيبقى ما بين يوم وليله، يعني ما تروحش تغذي بصرك يومين ثلاثه اسبوع وتقول خلاص انا كده تمام، لا، يوميا غذي بصرك، محترف مبتدئ يوميا. كلنا، انا لحد الان يعني انا بعتبر نفسي مش محترف، بعتبر نفسي هاوي زيكم، لان انت لو قلت ان انت بقيت محترف اعرف ان انت كده فشلت. خليك دايما حاسس ان انت من جواك هاوي، عايز تتعلم، عايز تشوف حاجه جديده، عايز تشوف الناس دي وصلت ليه، ايه اللي بيحصل، الحاجه دي اتعملت ازاي. في حاجه انا بشوفها بقول يعني واو اتعملت ازاي دي، وابتدي احللها وافكها وافتح البرنامج وابتدي اشتغل، الاقي الموضوع جميل والموضوع سهل جدا. فدايما وانت يعني لو انت حتى ماشي في الشارع، راكب مواصلات، راكب عربيتك، رايح الجامعه، راجع من الجامعه، راجع من شغلك، بص على طول وانت ماشي على اليوفط والبوردات اللي في الشوارع، بص على اليوفط المحلات، بص على اي حاجه عينك توقع عليها، ابتدي غذي بصرك. اه اتعملت ازاي؟ يا ترى الفونت ده جه ازاي؟ يا ترى الحركه دي اتعملت ازاي؟ شوف الالوان المستخدمه هنا، الوان ممتازه جدا وحلوه قوي. دي تغذيه بصريه بسيطه جدا في الطبيعه وانت ماشي، بص للسماء، للخضره، الالوان، شاب معدي جنبك لابس طقم جميل، قميص وبنطلون، الالوان بتاعهم متناسقه، جرب الالوان دي متروعه على اي تصميم هتلاقيه كويس جدا، ايه المشكله؟ دي طريقه من طريقة ان انت تغذي بصرك اللي هي التغذيه البصريه. طبعا عندك بقى اهم حاجه اللي هي المواقع الالكترونيه. الناس المبتدئه انتوا في زمن جميل جدا جدا استغلوه. احنا اول ما ابتدينا، يعني انا بتكلم عن نفسي والجيل بتاعي، اول ما ابتدينا زمان ما كانش عندنا نت، ما كانش في حاجه اسمها يوتيوب، ما كانش في بيهايندز، ما كانش في جوجل. كنا بنقعد عشان ندور على صوره، كنا ممكن نقعد مثلا اسبوعين مش عارفين نوصل للصوره دي، وكانت هي مجموعه اسطوانات واحده كده بتلف على جمهوريه مصر العربيه كلها،
او جايز بتلف على الوطن العربي كله هي نفس الصوره اللي مستخدمه في كل التصميمات، لان ما كانش فيه مصادر، ما كانش فيه حاجه نقدر نجيب منها. انما انت دلوقتي عندك حاجه جميله جدا، عندك النت، عندك اليوتيوب، عندك جوجل، لو كتبت عليه اي حاجه انت عايزها اي حاجه هتطلع لك. جرب بس اهم حاجه تعرف ازاي تكتب، ازاي تبحث، هتلاقي كل حاجه، بس انت ما توقفش. فانت عندك اول موقع انا طبعا بنصح الجميع بيه اللي هو موقع البيهاينز. بيهاينز موقع ممتاز ممتاز ممتاز. الموقع ده ان شاء الله هنعمل له حلقه ازاي تسجل فيه وازاي تعمل عليه حساب. يعني طبعا الموقع ده تابع اساسا لشركه ادوي، يعني شركه ادوي اشترته. هو موقع زي مثلا تويتر كده، موقع تواصل اجتماعي، ولكن هو خاص فقط بالمصممين، بالرسامين، بمهندسين الديكور، اي حاجه فنيه هو موجود فيها هتلاقيه بيهاينز موجود فيها. تقدر تنزل فيه شغلك اولا، غير ان انت تغذي بصرك، تقدر انت تنزل فيه صور تصميماتك، تعمل فيه بورتفوليو محترم. الناس برضو اللي بتسال انا ازاي اوصل الناس تجيلي، ازاي يبقى ليا شغل، ما انت على موقع زي ده ان انت بتعمل بورتفوليو ليك، فبتبتدي تعرف على نفسك، بتبتدي تنزل شغلك، يبتدي الناس يشوف شغلك، يبتدوا يتابعوك، التواصل بتاعك، يعرفوا انت مين، شغال فين، ارقامك، تليفوناتك، يبتدي يتواصل معاك، والله احنا شغلك عجبنا وعايزين نتعامل مع بعض. فبالتالي انت كده فتحت لنفسك سكة اللي هي الشغل الحر، او حتى لو تشتغل معهم كموظف في الشركة. طيب هنفترض ان انت ما عندكش حساب في الموقع ده، مش مشكلة، الموقع ده تقدر تخش عليه من غير ما يبقى عندك حساب، تشوف، بص عليه يوميا، عود نفسك نص ساعة كده الصبح ولا حاجة اول ما تصحى ابتدي بص عليه، القي نظرة، هتلاقي نفسك اوتوماتيك دماغك بتفتح. شفت الوان جديده، شفت خطوط جديده، شفت طريقه عرض جديده، شفت موقع حلو. على فكره الموقع ده برضو بتقدر تنزل منه، بتلاقي فيه ناس منزله فونتات فري، موقع تقويم، هتلاقي ناس كتير جدا. فانصحك ان انت تخش فيه، لو انت زي ما قلت لك مش مسجل حساب مفيش مشكله، خش واتفرج، ولكن انصحك ان انت تعمل فيه حساب، بحيث ان انت الناس اللي تعجبك تبتدي تعمل لهم متابعه، فيبتدي لما الشخص ده ينزل شغل جديد له يجي لك رساله على الايميل ان الشخص ده نزل بروجكت جديد له، خش شوفه، تبتدي تعلق عليه، علق شوفه، تواصل معاه، اتكلم معاه، اعمل تعليق لو سمحت، انت مستخدم ايه هنا، ايه نوع الخط ده، ابتدي اسأل وجرب وكده. فده موقع من المواقع المهمة جدا اللي هو البيهاينز. عندك موقع كمان ممتاز جدا اللي هو البنترست. البنترست موقع جميل جدا جدا برضو للتغذية البصرية، تقدر تفتحه وتقلب فيها تلاقي فيه حاجات كويسة جدا جدا. تقدر هنا طبعا في البحث تكتب اللي انت عايزه، مثلا لو عايز لوجو اكتب له لوجو وابتدي اعمل سيرش، هيطلع لك حاجات كتيره جدا للوجوهات، ابتدي شوف، ابتدي غذي بصرك، شوف هنا استخدم الكلمه دي ازاي، استخدم اللون ازاي، شوف البساطه، شوف الموقع ده، وهكذا. ممكن تكتب له هنا ادوبي الستريتور، تكتب لوجو ديزاين، اكتب له اللي انت عايزه، وابتدي ابحث ودور، وابتدي شوف الناس بتشتغل ازاي، وابتدي غذي بصرك على قد ما تقدر. حاجه برضو مهمه عندي جدا اللي هي ان انت تحدد هدفك قبل ما تخش مجال الجرافيك. يعني في ناس بتبقى داخله مش عارفه هي هتعمل ايه، ولا هي بس كل القصه ان عجبها مثلا مصطلح مصمم جرافيك، شايفه ان الموضوع جميل، اسم مصمم جرافيك حلو، شغلته حلو، قاعد على الكمبيوتر طول النهار ما بيتعبش، فالدنيا جميله، فانا عايز اخش المجال ده. طيب اوكي جميل، مفيش مشكله. قبل ما تخش المجال ده اعرف انت عايز منه ايه. موضوع الجرافيك موضوع كبير جدا جدا متشعب، فعشان ما تضيعش وقتك وتضيع سنين من عمرك وانت مش عارف انت عايز ايه، فالاول حدد هدفك. يعني في الجرافيك حاجه اسمها عندك 2D، في 3D، في موشن جرافيك، في مونتاج اللي هي برامج البريمير، وكل الحاجات من دي بتتقسم برضو تحتيها حاجات تانية زي ال 2D. عندك هتعمل ايه في ال 2D؟ هتشتغل فلات ارت، هتشتغل رسم، هتشتغل تايبوجرافي، كاليجرافي، هتشتغل ايه بالظبط في ال 2D؟ ولا هتشتغل كل دول؟ هل هتشتغل في المطبعات التجاريه؟ هل هتشتغل في الكتب وتصميم الكتب والمجلات؟ هيبقى اسمك مخرج صحفي على برنامج الانزاين. هل هتشتغل في التشوب؟ الناس اللي غاير في التشوب وموضوع الدمج وتصميم بوسترات الافلام والكلام ده كله، وتدمج حاجه مع حاجه. انت حابب ايه؟ حابب في موضوع المونتاج قص ولزق كده مشاهد وتطلع من الاخر فيلم لذيذ او اعلان لذيذ مدته بسيطه او طويله؟ انت عايز ايه؟ دي اهم حاجه عشان تحدد انت عايز ايه، فتخش تعرف انت هتدرس ايه بالظبط. لان الموضوع ده كل حاجة انا قلتها دي هتضطر ان انت تلجأ ان انت تدرس برامج معينة. اي نعم في برامج مشتركة ما بينهم، ولكن لازم تتخصص الاول. طيب السؤال اللي هيجي، ازاي اتخصص او اقول ان انا عايز اتعلم ده وانا اصلا لسه جديد، ما شفتش الجرافيك ده بيعمل ايه؟ فده هيرجعنا لموضوع التغذية البصرية اللي احنا قلنا عليه. خش هنا على بيهاينز، ابتدي شوف وانزل وشوف الناس دي بتتكلم عن ايه او ايه الشغل ده. لقيت حاجه زي كده، الشغل ده انت هتلاقي نفسك وانت بتبص او وانت بتبحث عجبك حاجه معينه، يعني هتلاقي نفسك اتشديت قوي الموضوع، مثلا التصميمات التجاريه، البروشورات، الفلايرات، هتلاقي نفسك اتشديت قوي اول موضوع اللوجوهات، ان انت تنشئ لوجو
من العدم سكتش ورقه بايدك والقلم الرصاص تبتدي ترسمها، انت تحولها على الستريتور، وبعدين تعمل لوجو بتاع، بعدين تعمل هويه تجاريه لشركه وانت اللي عملتها من الزيرو، زي حاجه زي كده مثلا. في ناس هتلاقي وانت بتقلب شدها قوي موضوع الدمج الحلو، في ناس وهي بتقلب شدها موضوع الموشن جرافيك والحاجات اللي فيها حركه وصوت والكلام ده، في ناس بتحب الموضوع ده قوي، في ناس هتلاقي شدها موضوع المجلات وتصميم المجلات والجرايد والكلام ده كله حلو. يبقى انت كده من خلال المشاهده وانت بتشاهد هتعرف انت حابب ايه اكتر، الحاجه اللي انت ميال ليها اكتر، حاسس ان انت هتبدع فيها اكتر، فبالتالي من هنا تقف وتقول انا عايز دي. طيب انا عايز دي، وليكن مثلا عايز ان انا هتخصص في موضوع اللوجوهات والهويه التجاريه، يبقى انا هتعلم ايه دلوقتي؟ يبقى انت لازم اول حاجه تتعلمها برنامج فيكتور. ما بنتكلمش انا على الاستريتور بس، لا، برنامج فيكتور هو اللي هيديك شغل اللوجوهات، يعني الاستريتور او كورل درو، دول الاثنين اللي يعتبروا الطب دلوقتي في الساحه. وطبعا انا عن نفسي برشح شويه الاستريتور لانه من شركه ادوبي، فبالتالي هتلاقي ان انت اما تشتغل، انت بعد ما تخلص مش هتشتغل الاستريتور بس، هتلاقي نفسك رحت الفوتوشوب، رحت البرنامج تاني زي الانديزاين، فكل دول من شركه واحده، فهتلاقي الدنيا سهله شويه، الدنيا مفهومه، في تناسق ما بينهم ان انت تحول الشغل من هنا لهنا. طبعا برنامج كورل درو برضو برنامج قوي جدا جدا، لو انت عايز تتعلمه هيغنيك عن الاستريتور، مفيش مشكله خالص، بس زي ما قلت لك حدد انت عايز ايه. طيب انا دلوقتي هوريكم بعض حسابات الباينس لبعض الفنانين، تابعهم عشان تعرف بالظبط انت محتاج ايه. هسيب لكم كل اللينكات اللي احنا بنتكلم فيها وندردش دلوقتي فيها دي، هسيبها لكم اسفل الفيديو، بحيث ان انتوا تقدروا توصلوا للناس دي. اول حساب ممكن ارشحه لك انا عن نفسي حساب الاستاذ مصطفى امين، ده راجل ممتاز جدا، متخصص في الشعارات فقط لا غير، ده راجل تخصص في الشعارات والهويات التجاريه. طبعا بتلاقي حسابه عندك هنا، لو انت عامل حساب مسجل حساب باسمك تقدر تعمل له متابعه هنا، يبتدي يتابع، وتقدر تبعت له رساله، خش وشوف الراجل ده بيشتغل ازاي، ايه الالوان اللي بيستخدمها، الفكره بتجيله ازاي، بيكون فكره الشعار او فكره اللوجو منين اساسا، يعني هتخش كده هتلاقي من الاول خالص هو بدا ازاي، عمل اللوجو بتاعه ازاي، اللوجو كان سكتش خالص مجرد اهو فكره، حرف الجي زائد الطياره هنا وترافل، عمل كون شعار، نزل تحت طريقه عرضه للشعار كانت ازاي، الطريقه اللي هو بيعرض بيها يعني، وهكذا. فحساب مهم جدا انصحك ان انت تتابعه لو انت راجل عايز تتخصص في موضوع الشعارات. طبعا عندك برضو حساب استاذ طارق الزيني، ممتاز جدا جدا، بص برضو ده راجل متخصص في الشعارات. الناس دي كلها بصراحة معرفهاش معرفة شخصية، ولكن بوجه لها التحية طبعا من خلال الفيديو ده لو هو هيوصله او هيقدر ان هو يسمعه. ناس تعلمنا منهم كتير طبعا، ما نقدرش ننكر فضل اي حد فيهم، فبص وشوف الناس دي اشتغلت ازاي، الناس دي بتطلع الفكرة ازاي، كل دي تغذية بصرية. طبعا خلي بالك هنا احنا بنقولكش قلد ولا اسرق، لا انا بقولك غذي بصرك. عندك برضو قناة او حساب الفنان حازم السنديوني، ده خطاط ممتاز جدا جدا وفنان جميل جدا جدا، تقدر تتابعه، هتلاقي عندك الراجل ده متخصص في الخط، خط العربي والكاليجرافي، وما بيبخلش على حد باي حاجه، لو انت عايز منه اي مساعده خش، بيعمل برضه ورش تعليميه لو انت في القاهره تقدر تروح تتعلم الخط، لو انت غاوي موضوع التايبوجرافي والكاليجرافي خش وشوف الموضوع ماشي ازاي، خش على الصفحه عنده وابتدي، روح هنا ده حسابه على الفيسبوك اضغط عليه وابتدي كلمه، ابعت له رساله هنا انا عايز اتعلم كذا، حضرتك دي جبتها ازاي، حضرتك القاعده دي اتعملت ازاي، ابتدي اسال واعرف لو انت عايز تتعلم. عندك برضو حساب شعار استوديو، ده خطير جدا طبعا غني عن التعريف، برضو خاص بالخط العربي والعلامات التجارية والكلام ده كله، شغله ممتاز جدا جدا. برضو عندك حساب الاستاذ محسن الصعيدي، ممتاز جدا برضو، فنان من تراث فريد يعني في موضوع الشعارات والخطوط والكلام ده كله، بص برضو اتعلم الناس دي بتتكلم عن ايه وبتشتغل ازاي. طيب تعالى نروح للناس اللي غاوية بقى الدمج وشغل الفوتوشوب، ده حساب فنان كويتي اسمه عزيز، ممتاز جدا جدا، مشهور بن عمر، تقدر برضو تتابعه، بيعمل حاجات بصراحة ممتازة ورائعة، ده بس فوتوشوب كله فوتوشوب ودمج والكلام ده كله، حسابه ممتاز جدا جدا برضو، تقدر تتابعه، غذي بصرك، شوفه الراجل اشتغل ازاي، قص ازاي، الضل اتعمل ازاي، الكلام ده كله. فده لو انت عايز تتخصص في حاجة معينة لازم تحدد هدفك الاول وبعدين ابتدي اتفرج وغذي بصرك. طيب في حد هيقولي طب ما انا ممكن ينفعش ان انا ادمج ما بين كل ده، طبعا ينفع، ولكن ما تخليناش نكدب على بعض، يعني مش هتلاقي مصمم شغال على مثلا خمس اربع برامج بنسبة 100% لكل برنامج، لا
اكيد هتلاقي كل مصمم فينا او كل واحد فينا شغال بيميل لبرنامج اكتر، بيبقى متمكن منه. هتلاقي واحد شغال في الفوتوشوب 100% في الفوتوشوب يعرف لك خبايا واسراره بالظبط، وواحد متخصص جدا في الاستريتور. وطبعا طبيعي ان انت تبقى معاك لو انت تخش المجال ده لا يقل عن 3 برامج تكون متقنهم. ولكن دايما زي ما قلت لك حدد الموضوع انت عايز ايه، يعني ما تجيش ان انت تشتت نفسك تتعلم الاستريتور شويه وبعدين تسيبه تقوم جاي راح متعلم فوتوشوب شويه وبعدين تسيبه بعد 10 ايام ولا اسبوع وتروح تتعلم افتر افكت. هتلاقي نفسك في النهايه مليت، حسيت ان انت بقيت فاشل، حسيت ان انت معاك كاتب في السي في بتاعك مثلا 4 برامج ولا 5 برامج وانت نسبه اتقانك لكل برنامج فيهم 20%. ده غلط. لا، اتمكن من البرنامج كويس جدا وبعدين روح للبرنامج اللي بعده، هتلاقي هي الدنيا ماشيه لوحدها، هتلاقي ان نفسك الخطوات بتجيب بعضها. تمام، فاصبر على نفسك وابتدي اتعلم، شاهد بالراحه، معاك ادوات كويسه جدا تساعدك لو انت شخص مبتدئ زي ما قلت لك، عندك اليوتيوب، عندك الفيسبوك، عندك جوجل، ابتدي دور وابحث وحدد هدفك بالراحه عشان توصل للي انت عايزه ان شاء الله. حاجه كمان عايز اتكلم فيها وهي حاجه مهمه جدا جدا جدا، اتعلم ازاي تبحث. يعني ايه؟ ما تستسهلش. في ناس بتلاقي خط معين على تصميم او بتلاقي تصميم معين او صورة معينة يجري يكتب على جروب من جروبات الفيسبوك زي خبرات مصمم، مدرسة المصممين، المصمم الاول، يا جماعة اسم الخط ده ايه، يا جماعة الحاجة دي اتعملت ازاي، يا جماعة انا عايز الاكشن ده، يا جماعة انا عايز الفونت ده. لا، قبل ما تروح وتلجأ للناس دي او قبل ما تدور، دور انت بنفسك. هتقول لي طب ادور بنفسي ازاي؟ دلوقتي في مواقع كتيره جدا بتساعدك ان انت تنزل صوره من الخط ويبحث لك عنها. اعمل كده. طيب بلاش موضوع الخط، انت عايز تعرف حاجه معينه اتعملت ازاي، اكتب على الجوجل انا عايز كذا كذا كذا، هاو ميك وكمل، هيطلع لك كل حاجه انت عايزها. مش شرط يكون اللغه الانجليزيه بتاعتك كويسه، خش استعين بالمترجم بتاع الجوجل، استعين بيه، هيغلط والجوجل هو نفسه بيترجم لك ويقول لك لا انت تقصد كذا، هل تقصد كذا، خش وكمل وعادي. ليه بقول لك انت ابحث بنفسك؟ المعلومه اللي يجي لك سهل اعرف ان انت هتنساها على طول. بمعنى ايه؟ دلوقتي انا لقيت خط معين او طريقه معينه وجريت على طول على جروب زي اي جروب على الفيسبوك، كتبت انا عايز كذا، رد عليا واحد في بوست اتفضل اللينك اهو، انت جاي رافع اللينك ونازل وكتب المستخدم الخط وخلاص. تعال اسالني بعديها بعد شهر ولا سنه، انت جبت الخط ده منين؟ اقول لك والله مش فاكر، انا سالت حد واداهولي، او ممكن اكون كنت سالت استاذ محمد في مره وقال لي الحركه دي بتتعمل ازاي، او اضغط كنترول مش عارف ايه وهيجي لك الامر اللي انت عايزه. وفي ناس كتير بتسال اسئله زي دي، زي الاستريتور، سؤال بيتكرر كتير جدا جدا جدا. واحنا شغالين بنرسم اي شكل او اي شيب داخل الاستريتور، وانا برسم بعد ما خلصت رسم مش لاقي العلامات اللي انا شايفها دي، مش لاقي ان انا العلامات اللي انا قادر اكبر واصغر منها، طب اعمل ايه؟ هو سالني قمت انا جاي ردد عليه قلت له والله اضغط او روح لويندو، روح لقائمه هنا بانل فيو، قائمه فيو، هتلاقي امر اسمه عندك شو بويندنج بوكس، او اضغط شيفت كنترول بي. انا قلت له كده، ما قلتلوش روح للقائمه، انا قلت له اضغط كنترول شيفت بي. هو ضغط كنترول شيفت بي، اهي شفت العلامه دي اختفت ازاي، لو ضغطت كنترول شيفت بي تاني هتظهر بحيث ان انا اقدر اكبر واصغر. اوكي، لو انت بقى ما دورتش بنفسك على الجوجل او على اليوتيوب مش هتعرف المعلومه دي، مش هتعرف توصل لها، او مش هتبقى داخله المعلومه دي عندك في دماغك، فبالتالي اما تتعرض لها تاني مش هتعرف ايه اللي حصل. لكن انت لما جيت سالتني انا قلت لك اضغط كنترول شيفت بي، فانت ضغطت كنترول شيفت بي، شكرا تمام استاذ محمد، الامر اشتغل. هتنساها بعد اسبوع، مش هتعرف ايه اللي حصل، ولو قابلتك المشكله دي تاني مش هتفتكر ايه اللي حصل، انا كنت سالت حد وقال لي بس مش فاكر اتحلت ازاي. وممكن ما تلاقيش ساعتها استاذ محمد موجود، تلاقي عندك النت فاصل، ايا كان ايه الموضوع. فيبقى انت ربطت نفسك بشخص او بمعلومه من مصدر واحد بس. لا، علم نفسك ان انت تبحث انت بنفسك، خش على جوجل وابحث، خش على اليوتيوب وابحث. هتقول لي انا مش كويس في الانجليزي، او هكتب ايه؟ اكتب اي حاجه هتطلع لك، اكتب يعني هاو ميك ترانسفورم مثلا ريكتانجل الستريتور، اكتب اي حاجه هتلاقي حاجات بتطلع، هتلاقي حاجات في الجوجل بتطلع لك حاجات متعلقه ببعضها. طبعا اليوتيوب زي ما انت عارف هتلاقي حاجات طلعت لك، وهتلاقي في الجنب فيديوهات طلعت لك ليها صله بالموضوع، اضغط وشوف. وانت بتبحث يا جماعه بتفتح لك سكك ثانيه خالص، يعني انت ممكن تكون داخل تبحث عن معلومه معينه زي المعلومه دي، اثناء بحثك للموضوع تلاقي فيديو طلع لك كده في الجنب، ممكن ما يكونش له علاقه بالسؤال بتاعك ولكن انت كنت محتاجه، اه هيفيدك في حاجه، هتلاقي نفسك ضغطت عليه وتلاقي نفسك فعلا انت كنت محتاجه. يبقى انت كنت دلوقتي داخل تاخد حل لمعلومه معينه او مشكله معينه، هتلاقي نفسك طلعت باكتر من معلومه، ده لان انت بحثت بايديك، فبالتالي المعلومه هتثبت عندك.
بالتالي الحركة دي لو حصلت معاك تاني عمرك ما تنساها، لانك هتفتكر هتقول الموضوع ده قابلني قبل كده وقعدت يوم عشان احله ورحت هنا ودورت هنا لحد ما جبته كان الحل بتاعه كذا كذا كذا، غير لما حد يقولك مباشرة هتقول انا حد كان قال لي بس مش فاكر بصراحة اتحلت ازاي. فدايما ابحث، انت اتعود ان انت تبحث، لا تيأس من البحث، خلي عندك مهارة البحث. الموضوع جميل جدا جدا وهتحس بلذته لو انت بحثت عن مشكلة، مش مشكلة قعدت يوم قعدت اتنين ولكن في الاخر وجدت الحل بتاعها، هتحس بمتعة جميلة جدا جدا جدا. بلاش تبقى متسرع، بلاش ما بقاش عندك صبر، اصبر ودور كويس. انا عن نفسي برضو يعني بلجأ لطريقة تانية خالص جميلة برضو اثناء البحث. انا ساعات ببقى قاعد اتفرج على فيديو، وليكن تشوف الفيديو ده معايا كده، عايزك تنفذ الطريقة دي سواء معايا او مع غيري. ده فيديو عادي جدا كان الراجل بيشرح بيعمل حاجة على الاستريتور، تمام؟ اثناء الشرح هو بيشرح وشغال عادي ارت ورك، قام جاي قمت انا جاي موقف الفيديو هنا، فتح هو قائمة ويندو. حلو، اما فتح قائمة ويندو انا قمت موقف الفيديو هنا وبدأت اشوف قائمة ويندو عنده، هل القائمة دي زي اللي عندي؟ فبدأت ابص اللاين الاكشن ارت بورد البراش الكلر كل ده موجود عندي مفيش مشكلة. لقيت هنا امر غريب جدا، اسكو ده ايه ده مش موجود عندي ليه؟ استنيت لحد ما فتح وشفت ايه ده، في برضه امر تحت هنا مش موجود عندي. تعال بص شريط الادوات عنده هنا، في عنده ادتين الاداه دي والاداه دي مش موجوده عندي. طب ايه ده، هو جابهم منين؟ إيه اخترعهم؟ اكيد نزلهم من مكان. فقمت جاي واقف شويه كده خليته يكمل الفيديو، فتح اسكو قمت جاي موقف تاني الفيديو، لقيت بعض الاوامر دي. لا هنا بقى ده في حاجه، بقى الراجل ده بيعمل حاجه. قمت جاي موقفه داخل على الجوجل وكاتب اسكو، ما طلعليش، طلع لي حاجه ثانيه مثلا شركه اسمها اسكو، معرض اسمه اسكو، ايا كان ايه الموضوع يعني. غير طريقه البحث، اكتب اسكو ان الستريتور، اسكو مش عارف ايه الستريتور، اسكو فلتر الستريتور، اكتشف ايه ده. لحد ما وصلت للموضوع عرفت ايه ده، بدات انزله وبدات اشتغل. يبقى انت طلعت بمعلومه مفيده من خلال مشاهدتك للفيديو. ممكن يكون هو برده بيستخدم خط معين وهو بيفتح الخط طلع لي هنا اسم الخط، وقف الفيديو كبر الشاشه خد برنت سكرين وقرب وشوف اسم الخط ايه، وخش على جوجل اكتب اسم الخط وابتدي انزله. برضه ابتدي اسال، مش عيب جدا انت ما تسالش، يعني ايه المشكله ان انا ما عرفتش اوصل للمعلومه دي؟ ما انت عندك حساب الراجل اهو، هتلاقي هنا الحساب بتاعه مثلا، هتلاقي هنا الايميل بتاعه، خش في التعليقات اكتب له لو سمحت انت استخدمت ايه، هتلاقي انا ما بعرفش اتكلم انجليزي، خش على جوجل وترجم مفيش مشكله، اكتب كلمه كده على كلمه كده هيفهم المعنى هيرد عليك، والله انا استخدمت كذا، ده اللينك بتاعه نزله. ده بالنسبه للناس الاجانب، لو شخص عربي هيبقى الموضوع اسهل، اوصل له لو سمحت. وتعلموا يا جماعه، وانتوا بتطلبوا اطلبوا الحاجه، معلش انا اسف الكلمه يعني، بس انا لاحظت ناس كتير جدا من المبتدئين اللي هم الشباب اللي سنهم صغير 18 سنه و17 سنه بيبقى طلبه للحاجه مش ظريف. انا بتجيلي رسائل بصراحه ما بتعجبنيش، يعني الاقي واحد داخل من غير سلام عليكم ولا ايه الاخبار ولا ازيك ولا اي حاجه، انا عايز انزل الاستريتور كده على طول. طب ايه المشكله لما تقول سلام عليكم، انا فلان الفلاني، عرف بنفسك، ازاي حضرتك، انا لو سمحت عايز كذا 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 كذا. طريقة بشياكة وبجمال وبأدب، بتعلم أدب الحوار، هتلاقي نفسك أنا بديك اللي عندي كله، يعني بتيب خاطر زي ما بيقولوا، لأن أنت دخلت دخلة كويسة. في ناس بتخش دخلة مش كويسة، ليه؟ يعني ليه، إيه المشكلة إن أنت تقول السلام عليكم وتعرف نفسك وأنت تطلب اللي أنت عايزه؟ طبعا مش بعمم، بس في حاجات قابلتني من كده كتير، يعني آخرهم لسه من أسبوع ولا حاجة شخص نرفزني جدا، يعني بعت لي على انستجرام من غير سلام عليكم ولا أي حاجة، أنا عايز أنزل استريتور. طب ثانية واحدة هكون معاك، قال لي لا أنا عايزه حالا. طيب اوكي انا هفضل، يعني انا بشتغل في حاجه، يعني مش شاغل، مش قاعد مخصوص ليك، انا اكيد عندي شغل وعندي حاجات تانية. طريقته نرفزتني خلتني في الاخر يعني ما ساعدوش، وانا عمري ما عملت حاجه زي كده ان انا اتنرفز من حد او ما ساعدش حد، يعني انا بالي طويل جدا، ولكن طريقته كانت مستفزه جدا جدا جدا. انا عايز كذا، قلت له طب ثواني دقيقه هكون معاك، ثواني هفتح الجهاز، انا اديك اللينكات اللي عندي، ما اللينكات اللي عندي مش ماشي بيها في الشارع يعني، مزيفه على الجهاز، افتح الجهاز، قال لي لا انا عايزها حالا، يلا بسرعه، يلا مش عارف. فالطريقه مش كويسه، فاتعلم ان انت تطلب الحاجه باحترام وبذوق عشان الشخص اللي قصادك يديك اللي هو عايزه. عالم الانترنت عالم مش كويس، يعني الناس اللي انت بتكلمهم دي مش في سنك ومش قدك، في ناس فرق ما بينك وبينهم سنين، في ناس فرق بينهم بينك 10 سنين. انت بتطلب واحد حاجه هو تعب عشان يوصل لها، حاجه هو بيديها لك ببلاش في الاخر، حاجه بيديها لك كده زي ما بيقولوا على طبق من ذهب يعني. فايه المشكله انت تطلبها باحترام عشان الشخص يديها لك وهو راضي، لان
يعني ممكن بمنتهى البساطه لك مش عندي ما اعرفش روح ابحث بره تمام. فتعود اطلب ادب حوار كده عشان تلاقي الحاجه اللي انت عايزها تبقى عندك. فعندك زي ما قلت لك اللينكات بتاع الناس، ابتدي اطلب اسال انا عايز كذا اعمل ايه، بس حاول ان انت الاول زي ما قلت لك ابحث انت الاول، بعد ما تيأس خالص ابتدي اسال الشخص اللي قصادك لو سمحت انا عايز دي اعمل ايه وهكذا. الناس برضه اللي بتسال طب انا ما عنديش حساب على بيهاينس ولا عندي بورتفوليو، دي مشكله بتقابلهم ان هم لما يروحوا لاي مكان جديد او اي يقدموا على اي وظيفه جديده يقول له فين سابقه الاعمال بتاعك، انت عملت ايه اشتغلت ايه، طب انا لسه مبتدئ هجيب له منين سابقه اعمالي. الموضوع بسيط جدا، ابتدي انت اعمل اعمال وهميه ما عندكش مشكله خالص، محدش هيقول لك هي الشركه دي موجوده ولا لا، الشركه دي قائمه او لا، حتى لو انت قلت له دي اعمال وهميه مش هيقول لك ليه، هو اهم حاجه عايز يشوف شغلك هيبقى ازاي، طريقه عرضك الوانك احترافك فكرتك، هو عايز يشوف ده، مش مشكلتي عندي الشركه دي موجوده ولا لا، الشركه دي لسه شغاله ولا قفلت، مش دي قصتي خالص. طيب اعمل ايه دلوقتي؟ اعمل شركه وهميه، ابتدي انت وانت ماشي كده مروح جنب البيت عندكم لقيت مطعم اسمه مثلا اي حاجه، الاسم عجبك ولكن حاسس ان اللوجو والشعار سيء جدا جدا، اطلع افتح الجهاز اكتب اسم المعرض او المطعم او المحل اللي تحتك اللي انت شفته او الشركه، وابتدي انت صمم لها حاجه جديده من عندك انت من ذوقك، ابتدي انت اخترع اسم يجي في بالك، ابتدي لو انت راجل شغال على واكم او بتكتب خط حر عربي اكتب اي كلمه وابتدي اكتبها نسقها ارسمها بطريقه كويسه اعرضها حطها مقب الكلام ده كله، وابتدي بقى نزل الشغل بتاعك على بيهاينس، خلص مشروع ونزله، خلص التاني ونزله، اعمل هويه للشركه، بعد ما تعمل هويه الشركه اعمل صمم لها منيو مثلا، لو انت بتعمل مطعم صمم لها بروشور، صمم لها بروفايل ونزله هنا على بيهاينس وهكذا. لو انت راجل بتصور صور ونزل، المشكله في الاخر هتلاقي عندك البيهاينس بتاعك بقى فيه مشاريع كتيره جدا كويسه، اختار كويس عشان تعرضه لان دي الواجهه بتاعتك اللي الناس هتشوفها، فمش مشكله تكون انت لسه مبتدئ مفيش اي مشكله، ابتدي انت اخترع مشاريع من عندك وابتدي تنزلها. نفس القصة عندك الجروبات موجودة كتيرة جدا على الفيسبوك زي خبرات مصمم، مدرسة المصممين، مصممين على الناصية، الناس دي كلها كويسة جدا. خش هتلاقي ناس بتقول يا جماعة لو سمحت انا محتاج لوجو، خش قول له لو سمحت اوكي انا معاك انا مصمم لوجو تحت امرك، يقول لك انا عايز كذا كذا كذا، ما تخافش. في مشكلة الناس عندها رهبة كبيرة جدا، ما تخافش. كلنا بدأنا كده في الأول، كلنا كنا ما نفقه شيء عن أي شيء، أنا عن نفسي بدأت ما كنتش أعرف يعني إلستريتور، أنا كنت كل شغلي كورل درو، كنت بعشق الكورل درو، وكل ما حد يقول لي استريتور اضطريت اتعلم استريتور لما سافرت، يعني كان في القاهره وفي مصر كنا بنشتغل كورل درو، لما سافرت بره قالوا لي لا احنا ما بنشتغلش في البلد اللي احنا فيها دي مفيش غير الاستريتور، طب اعمل ايه؟ ما اعرفش الاستريتور، بقيت مرعوب منه، يعني بقيت كل ما افتح البرنامج مش عارف اعمل ايه، انا نفسي بروح تاني للايه الكورل افتحه وابتدي ارسم، البنتول كانت بالنسبه لي عقده حياتي في الاستريتور، اجي افتح البنتول في الاستريتور مش عارف ارسم، بطيء جدا الرسمه اللي كنت بعملها في 5 دقايق على الكورل لقيت نفسي بعملها في ساعة ونص على الاستريتور، اقوم جاي رايح فاتح تاني الكورل ومنفذها عليه لحد ما قررت لا يعني ايه المشكله فيه، قمت جاي حذف الكورل تماما على الجهاز عشان ما اجيلوش كل شويه، وقلت لا انا لازم اتعلم استريتور، وفعلا الحمد لله بدات فيه واحده واحده واحده، لقيت نفسي كويس فيه والدنيا ماشيه والموضوع مش صعب، ادام انت حابب تتعلم اشتغل على نفسك كويس جدا جدا جدا، لازم تشتغل على نفسك، اقعد واسهر واتعب واتدرب كتير، صدقني كل ده هيعود عليك في الاخر انت لو انت حابب الموضوع، اشتغل على نفسك هتلاقي نفسك في الاخر وصلت للي انت عايزه. فاتمنى تكون يعني النصايح دي ان انت تعملوا بيها وتكون افادتكم، لو انا في حاجه انا نسيتها اكتبوها في التعليقات بحيث ان احنا نفيد بعضنا كلنا، نشوف ايه النصايح اللي نقدر نمشي عليها كمبتدئين عشان نوصل للي احنا عايزينه. اهم حاجه زي ما قلت لك اشتغل على نفسك، يعني تشوف كتير شاهد كتير تغذيه بصريه، حدد مجال هدفك انت عايز ايه عشان توصل فيه اللي انت عايزه. وطبعا اولا واخيرا لو انت راجل عايز تخش في المجال ده وعايز يبقى ده لقمه عيشك وتحقق منه ربح، طبعا مش حاجات اساسيه طبعا لاي انسان، اي انسان لازم يعملها بعيدا عن الحاجات اللي اتكلمنا فيها دي كلها، صلي، بر والديك، تصدق يوميا، هتلاقي نفسك ربنا بيوفقك بجد ان انت بقى عندك حب وشغف للموضوع اللي انت عايز تمشي فيه. انا موجود معاكم، الكورس مخلصش، في دورات تانية موجودة هتلاقي في كل فيديو موجود ليا انا منزله، هتلاقي فيه تحت هنا هتلاقوا فيه اللينكات بتاعتي، اي حد واقف معاه اي حاجة انا في خدمتكم وتحت امركم في اي وقت، عايز اي حد ساعده، اي حد مبتدئ عايز اي حاجه هنا هتلاقوا دي الكورسات اللي احنا منزلينها، دي وسائل التواصل بتاعتي، اي حد محتاج اي حاجه تحت امركم،
عندنا هنا برضو لو انا مش موجود 24 ساعة اكيد يعني مش هبقى موجود 24 ساعة، بس هتلاقي هنا الجروب في الكورس الخاص بالستريتور على الفيسبوك، تقدروا تخشوا عليه تشتركوا في الجروب، هتلاقي الشباب مش هتأثر يعني لو حد واقف معاه اي حاجة نقدر نساعده بيها، اي حد محتاج معلومة محتاج مساعدة نقدر نخش بيها. انا اسف جدا جدا نسيت اذكر شخص مهم جدا 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 جدا، استاذ طه حسين. يعني انا ذكرت اول كورس اتعلمته او اول حد بدات اتابعه في الاستريتور المهندس احمد ابراهيم. لا انا بعتذر، اول حد فعلا بدات يعرفني يعني ايه خصوصا الانديزاين، يعني انا عرفت المهندس طه حسين من خلال الانديزاين، كان هو اول شخص تقريبا عربي لقيته منزل دوره الانديزاين على اليوتيوب، واول شخص عربي كان مهتم بموضوع الجرافيك والتعليم وان هو يقدم محتوى عربي متميز من زمان جدا جدا، بدا من قبلنا ومن قبل ناس كتيره جدا جدا جدا، شخصية بتساعد اي حد بتفيد اي حد. هسيب لكم برضو اللينك بتاع القناة بتاعته، هسيبها لكم تحت الفيديو، هسيب لكم حساباته على الفيسبوك لو تقدروا تتابعوه، شخصية ممتازة جدا ومحترمة جدا، بوجه له كل الشكر والتقدير لاني في يوم من الايام اتعلمت منه حاجات كتيرة جدا جدا برضو. اتمنى ما كنتش زي ما قلت لكم تقيل عليكم، وان شاء الله ربنا يوفقكم، وان شاء الله نتقابل في كورسات تانية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.